شكرا شكرا. حياك الله في حان. ننتقل الى محمد معنا، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ حياك الله. سم حياك الله. شيخ انا عندي سؤال. طيب عطنا سؤالك يا محمد. ايوه سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام، يعني انا بسال حسي انا يعني مع اصحابي لما بتونس بنقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا؟ مثلا مثال بشار الاسد، في ناس بيقولوا هو كافر وفي ناس بيقولوا لا، وفي الحديث اللي بيقول يا اخي الاحد الذي بيننا وبينهم الصلاه، وبنشوف في التلفزيون انه بعض اللقطات بتجيب انه بشار الاسد يصلي، هل بشار الاسد كافر ولا لا؟ باعتباركم جهه رسميه ارجو منكم الافاده. يا اخي ما كلفك الله بهذا، بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان، ما كلفك الله بهذا، وانصح اخوانك انهم لا يدخلون في هذه المواضيع، هذه مواضيع خطيره، وايضا هذه ليست من شؤونكم، تكفير الناس لا يجوز الا ببرهان، ويكون هذا عند اهل العلم والبصيره اذا احتاج الى بيان الحكم، واما اذا لم يحتاج الى بيان الحكم فلا يجوز ان يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك، لان هذا فتنه. نعم.